علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ إذا مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. اليوم راكم هنا معنا كما الأطفال اللي راهم حابين كامل يجوا يشاركوا معنا في هذه الحصة، ما عليهم إلا يتوجهوا لموقع الإنترنت عمويزيد.com بهذا الطريق. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تتوجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com باش تسجلوا الحضور لازم شوية تاع الصبر. لماذا؟ لأنه التسجيلات كثيرة وعمو يزيد أو حاب يعرضكم كامل للحصة ديالو. إذن شوية تاع الصبر وراح نتصلوا بكم. كالمعتاد في كل حصة نتكلموا على يوم عالمي. على بالكم اليوم العالمي اللي صادف هذه الفترة وهو يوم 5 نوفمبر هو اليوم العالمي للطف. اليوم العالمي سي لا جورني انترناسيونال دو لا جونتيس. تحبوا الناس لطفاء، انسان اللي يكون لطيف يا اخي لازم يكونوا لطفاء. واش رايكم نقول لكم لغز اليوم؟ تحبوا الالغاز؟ اذا نطرح لكم لغز اليوم. لغز اليوم يقول: شيء كله ثقوب لكنه يحتفظ بالماء، من هو؟ أعيد اللغز لكم والأصدقائنا الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا يقدروا يشاركوا في الجواب على اللغز بهذه الطريقة هذه. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن شيء كله ثقوب لكنه يحتفظ بالماء، يا ترى ما هو؟ يا أطفال واش رايكم دركا نروحوا نكتشفوا الشخصية مع الباحث أيمن اللي راح يعرفنا بشخصية إبراهيم مزهودي. إذن تصفيقة كامل نرحبوا بأيمن. تفضل أيمن. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة إبراهيم مزهودي. ولد الشيخ إبراهيم مزهودي في 9 أوت 1922 بحمامة تبسة، وهو خريج جامعة زيتونة. درس في باريس سنة 1948 بجامعة سربون، وعمل بتدريس بمدرسة تبسة. انضم عام 1956 إلى الجيش التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية. تحصل على رتبة رائد. كان نائب قائد ولاية ثانية أثناء الثورة التحريرية، وكان من قيادة البارزة التي حضرت مؤتمر صومام سنة 1956. شغل منصب أول أمين عام للحكومة الجزائرية المؤقتة بعد استقلال الجزائر. أصبح عضوا في الجزائر المجلس الوطني الجزائري سنة 1964. عين بمنصب سفير مفوض فوق العادة بالعاصمة المصرية القاهرة إلى غاية 1974. ظل يلقي في فترة من سنة 1979 إلى سنة 1999 خطبا بمسجد حمامات بتبسة، كما شغل منصب رئيس شرفي للجمعية للعلماء المسلمين الجزائريين. انتقل إلى رفيق الأعلى المجاهد الشيخ إبراهيم مزهودي 26 فيفري 2010 عن عمر ناهز 88 عاما. شكرا 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 أيمن. شكرا 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 يا أطفال. الشيخ إبراهيم مزهودي هو من بين الشخصيات اللي حضروا المؤتمر الصمام،
وعلى بالكم ما يخفكمش بلي مؤتمر صمام هاد السنة 2016 رانا نحتفلوا بالذكرى الستينية، يعني مرت 60 سنة منذ 20 أوت 1956 إلى 20 أوت 2016 60 سنة. إذن هذا العام هذا كله نحتفل بالستينية، لذا نختار شخصيات اللي حضرت هذا المؤتمر اللي كان أول مؤتمر اللي نظمت فيه ثورة التحرير صفوفها. يا أخي واش رأيكم بما أننا نحتفل باليوم العالمي للطف، دونك لا جورني انترناسيونال دو لا جونتيس، عمو يزيد حب يغني لكم أغنية نقول فيها ساعدني ساعدني محتاج لك. يا أخي يلا ساعدني محتاج لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعدني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق بطيء سيري، كل يا معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق بطيء سيري، يا معينا كم تلقى من خير. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. برافو 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 برافو. عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ نزقول عمو سليم. يلا إذا كامل نرحبوا بعمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية. مرحبا بك عمو سليم. We'll be right back.
برافو 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 برافو. عجبك عمو سليم؟ ألوان العلم الوطني يا أخي، تعرفوا ألوان العلم الوطني؟ شكون يقدر يقول لي لماذا يرمز الأبيض؟ تعرف؟ واسمك؟ وليد بن يحيى. وليد، لماذا يرمز الأبيض؟ للسلام. للسلام، برافو 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 برافو. شكون يقدر يعرف لماذا يرمز الأحمر؟ الأحمر الأحمر. واسمك؟ نعيمان دراش. لماذا يرمز الأحمر؟ لدماء. دماء من؟ المجاهدين. شهداء. نعم. دماء الشهداء. الشهداء. فوالا. والأخضر؟ شكون يعرف الأخضر؟ ها؟ شكون يعرف الأخضر؟ تعرفوش الأخضر؟ تعرفي؟ واسمك؟ رحمة. رحمة، لماذا يرمز الأخضر؟ للجنة. لا لا، ماشي الجنة، يرمز، تعرفي بنتي؟ واسمك؟ أمينة. أمينة، لماذا يرمز الأحمر؟ أرض الوطن. الأخضر لماذا؟ يرمز الأخضر إلى أرض الوطن. أرض الوطن، سي با إكزاكتومون أرض الوطن، ولكن لون السهول. يا أخي، خضرة السهول. إذن يا أطفال، واش رأيكم دركا؟ تحبوا الحكايات؟ يلا، عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الرجل الصالح والكلب. يلا معي. يا أطفال، كما وعدتكم مقبلة، عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية شيقة. تحبوا الحكايات؟ أنا تاني كي كنت صغير كنت نحب الحكايات، كانت جدتي في كل مرة تحكي لي حكاية، ولكن الحكاية الملاح هما الحكايات اللي فيهم عبرة في الأخير، اللي فيهم حاجة نستفادوا منها. يا أخي، واحد النهار كان واحد الراجل يمشي في الصحراء وكان عطشان، يمشي يمشي يمشي، عطش قريب مات بالعطش هذاك، يطيح يعاود ينوض، عطشان بزاف. ومن بعد فجأة هكذا لحق لواحد البلاصة فيها بير، أن بوي، كسب هذاك البير، قال الحمد لله يا ربي. ومن بعد هبط للبير هذاك، هبط وشرب الماء وعاود طلع. لما طلع من البير قاعد يحمد في ربي هكذا وقاعد، من بعد شاف واحد الكلب قدامه. هذاك الكلب كانت واحد الارض هكذا مشمخه شويه، شافو يلحس في هذيك الارض هذيك، تالمو سيتي يوميد، حب يلحس هذيك الارض. ومن بعد قال يا ربي سبحان الله، هذا الكلب هذا راه عطشان بزاف، كيفاش ندير باش نشربو الماء؟ قاعد يحوس عليك شي حاجه باش يجيب له الماء من البير، ما صاب والو، ما صاب لا بدون داك شي حاجه والو. وشاف بلي هذاك الكلب هذاك راهو عطشان بزاف. ومن بعد جاته فكره، الى يوني دي هكذا، هبط للبير وطلع له الماء. عباكم فاش طلع له الماء يشرب هذاك الكلب؟ طلع له في صباطو. باش تشوفوا الانسان هذا كان حاب يدير الخير في هذاك الكلب، طلع له الماء في صباطو، وهذاك الكلب شرب من هذاك الماء وعاش. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلصوا من هذه الحكايه، يجب حسن معامله الغير حتى الحيوان. بالضبط بالضبط بوبي، برافو 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 برافو. إذن يا أطفال، يجب دائما حسن معاملة الغير والرفق بالحيوان. يا أخي، عبالكم بلي الدين حسن المعاملة، لازم دائما نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الناس. يا أخي يا أطفال، برافو. يلا معايا يا أطفال، كما قلنا مقبلة، يجب حسن معاملة الغير. اليوم عندنا أطفال راهم معنا من جمعية كافل لليتيم فرع مدينة مفتاح، وراهم يرفعوا يديهم. مرحبا بكم، مرحبا بكم. إذا نرحبوا بهم، نرحبوا بهم. على بالكم جمعية كافل لليتيم عندها فروع بزاف، عندها فروع كثيرة في كامل ربوع الوطن، وحنا دائما نساندوا هذه الجمعية لما تقوم به من أعمال تجاه الأيتام. وحنا اليوم نديروا انابيل، يعني نداء للناس، لازم يساعدوا هذه الفئه هذه، وما عليهم الا يتوجهوا، اللي حاب يعاونوا كامل يتوجه لجمعيه كافل اليتيم. واليوم راه معنا فرع مدينه مفتاح، اللي يقدروا يتصلوا بهم كذلك.
تاني كاين اصدقاء راهم عندنا هنا ضيوف جاونا من بريطانيا من انجلترا. يا اخي تعالوا اروحوا كامون اروحوا وقعدوا هنا في زوج. يلا زيد عندنا هنا فوالا. واسمك؟ ملك. وانت واسمك؟ نوردين. تعرفوا تهضروا شويه العربيه؟ بيان بزاف العربيه. بزاف العربيه. برافو. يا تعرف شويه اكثر مني. وي اما لازم تعلمي له. واش عندكم؟ تقدروا تحكوا لنا كان شي بلاك ولا حاجه؟ واش حبيتوا تقولوا لنا؟ قلنا واش حبيت تقول. بلي حياتي في الانجليز وفي حياتي هنا ماشي كاع كيف و تانيت في الانجليز شغل واش كيفاش ميم سما ماشي كيف هنايا سما مغيمه. صح الجزائر فيها الشمس بزاف. البرد في الانجليز كاين المرات في الانجليز كاين البرد وكاين المرات في الانجليز كاين سخانه. مي في الجزائر كاين دائما سخانه. واش تاخر واش حبيتي تقولوا لك؟ شو واحد قولوا لنا حكايه ولا واش حبيتي؟ قولوا لك على الانجليز والجزائر. يلا باللي الجزائر هي ماشي كيف الانجليز باسكو هما يحضرون عرب ولا فرونسي وفي الانجليز يقدروا يحضروا فرونسي وتانيتون انجلي وفي الجزائر يقدروا يحضروا عرب فرونسي وقبيليه. اوكي واش حبيتوا تقولوا بالانجليزي؟ قول قولهم حاجة. واش أجوب؟ This is a fun day. Okay. Thank you. Thank you for letting us stay here. It's been a pleasure to stay here and I like it. Okay. وانتي خلاص؟ قالوا لكم باللي عجبنا الحال كي جينا لعندكم هنا ورحبتوا بنا وعجبتنا بزاف. Okay. إذن تحية برافو يعطيكم الصحة. شكون اللي عنده نكته يجي يحكيها لنا؟ شكون اللي عنده نكته؟ روحي بنتي تعالي. عندي غنية؟ تفضلي. في وسط الميدان يقف في اماني خفف الزحام ويحفظ النظام في فمي صفاره يعطي بها الاشاره. برافو. وشكون هذا؟ واسمو؟ الشرطي. برافو بنتي الشرطي. شكون اللي عنده نكته؟ جي يحكيها لنا. شكون؟ شكون اللي عنده نكته؟ عندك نكته؟ تعالي. يو هاف جوك؟ ها؟ ما عندكش؟ شكون اللي عنده نكته؟ تعالي. اقعدي بنتي. واسمك؟ بسمة. وين تسكني بسمة؟ في عين طايا. خيار الناس، حكينا النكته تاعك. كان واحد النهار واحد الراجل شرى طيارة بعدك راح يسوق بها كي قرب لبلاده قال له صاحبه طفيها سينو يضربونا بعين وبعد طفيها طاحوا. برافو تعالي بنتي روحي اقعدي بنتي. واسمك؟ آية. وين تسكني آية؟ في عين طايا. أختك هذه؟ لا تعرفيها؟ بتعمك. جيتوا بالمعرفة ولا عيطوا لكم؟ عيطوا لنا. سجلتوا ولا بالمعرفة؟ سجلنا. سجلتوا. هاي خلاص مرحبا بكم. احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد النهار العسكري جا لبلادو في الجزائر ومن بعدها قالوا له صحابه واش كانت جديد؟ قالوا له واحد الورقة مكتوب فيها 20,000 كبرت. مكتوب فيها؟ 20,000 كبرت. برافو يا أطفال. لحقنا دركا الجواب عن اللغز. كله ثقوب لكنه يحفظ الماء. ما هو؟ تعال أروح. واسمك؟ كوبيزي محمد ياسين. اسمك طويل كيف يقولك محمد ولا ياسين؟ ياسين. وين تسكن؟ في الكاليتوس خيار ناس. وش هو الجواب؟ الجواب هو النبات. لا مش النبات.
كله ثقوب لكنه يحفظ الماء. تعالي بنتي تعالي. واسمك؟ أمينة. وين تسكني؟ في مفتاح. في مفتاح خيار الناس. وش هو الجواب؟ إسفنج. الإسفنج. برافو برافو. دونك هو ليبونج. ليبونج فوالا. تصفيق عليها تصفيق عليها. برافو سي ليبونج. وقادي بنتي هنا معمر بالثقب كله ثقوب لكنه يحتفظ بالماء. يا اخي اعطيني الهديه تاعها. اعطيني الهديه تاعها. احنا في كل مره اللي جاوب على اللغز نعطوا له هديه. هديه اليوم تتمثل في قبعه مع ميازيد تحميك من اشعه الشمس الضاره لافو بنتي. وكذلك سيدي واشن نبوله. وكذلك سيدي اغاني عمو يزيد ان شاء الله تستفادي بهم. تفضلي بنتي. عفو العفو بنتي العفو العفو تفضلي. اذا احنا اليوم لحقنا الركن اللي نحبو ثاني كذلك بزاف اللي هو ركن عيد الميلاد. اليوم عندنا ملاك 8 سنين وهناء 6 سنين. تعالوا ملاك وهناء اروحوا واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو. يلا تفضلوا تفضلوا تعالوا تعالوا احنا نغنوا لهم عيد ميلادك أحلى عيد. يلا التحقوا بيا تعالوا أروحوا كامل. عيد ميلادك أحلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل أمراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات نسهل أمراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها بابا وماما يدعولو وصحابو ويبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل إذا راح نبدأ من 8 8 7 6 5 4 3 زوج 1 برافو 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 برافو. إذن يعطيكم الصحة لعقب 100 عام إن شاء الله. يا أطفال عمو يزيد في نهاية كل حصة يعطيكم شهادة شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. إذن هذه الشهادة تاع هناء هاكي هناء تفضلي وهذا الشهادة تاع ملاك فوالا في ظرف هكذا جميل جميل. وانتم يا أطفال كلكم في نهاية الحصة رايحين تتلقوا الشهادات هذو تدوهم معكم باش تحتفظوا بهم كذكرى. يا أخي يلا إذن أنا ما بقى لي إلا نقولكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت على نفس القناة. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا
ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد